شافوا الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير يكون قلبكم. حنا ما ساكنينش معاه، ايوا نحبو نقعد الا بنا. هو عايش مع خوه ومرت خوه، غير هو عايش هويا لتحت في دار الوراثه، دار الوالدين، وهما الفوق في الطبق التاني. هما كيهبطوا لي الماكله وكل شيء، وكتجي اختي مره كتطلع لي وتبدل لي حويجاته. هو الحمد لله شكرا. هذا المرض النفسي اللي عنده واش من صغر ولا تبان فيه؟ لا تقريبا شي 25 عام هادي باش هو متبع الدواء الفانيد وتقطيره. لا قال لك الناس كيش شافوه تقريبا نهار الحد، اغلبيه كيقول نهار الحد شافوه. لا شوف هو طبيعي، هو انا ما كنظن انا هو ما كي زعما ماشي كيدلا ماشي كينسى ولا شي حاجه، هو مع التاثير ديال الدواء تقريبا غيكون فهمتي بعد وما عرفش يرجع، حيت هو كيخرج كيتسخر كيخرج كيتسخر زعما عادي، كيخرج بحال هكا بالليل بعض المرات 11 12 كيرجع ثاني. داكشي علاش حنا تايقين فيه، كنخليوه زعما كاين عادي، كيكون الباب كيسد الباب ديالو كينعس الا ما شربوش واحد المده طويله بحال تقريبا دابا هذه سيمانه دابا تقريبا راه سيمانه هذه باش ما شربوش. الا ما شربوش كتبدا يعني كيبدا يحنحن ولا كيبدا يدير شي تصرفات كي اتيري الناس بانه راه مريض، هو ماشي غايبان لك طبيعي، كيدير شي حركات تقريبا، هو ما كيضرب لا بالحجر لا والو، هو مسالم وانطوائي ماشي زعما عنيف ولا شي حاجه، لا والو هو خارج عادي. لا ما داش شي حاجه، هو اصلا ما عندوش مع تواصل، ما عندوش تليفون ولا شي حاجه، حطيتي ليه ياكل ما حطيتيش ليه ما ياكل. لا هذا هو المشكل، كون هز لك الناسيونال غيتواصلوا معنا الناس، ما خلينا فين قلبنا خويا. من نهار الخميس وحنا تنقلبوا، مشينا لطيط من الليل، مشينا للخيريات، مشينا للاموغ، مشينا للميريزكو، مشينا شحال من بلاصه، الجمعيات، مشينا لابي جي، مشينا للمحكمه، العائله كامله درنا عليها، عطيناهم تصاور، علقوهم في الزناقي، بارطاجينا في فيسبوك. نتمنى يرجع اخويا، نتمنى يرجع. هو مسكين دابا مرفوع عليه القلم، ماشي واحد واعي غيعرف يرجع. اللي شافوا الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير يكون قلبكم. شكون اختي كنتي كتبكي؟ اختي حنا متاثرين اخويا، ورا خونا الله يخلي لينا مسكين الله يجي. هو المتوسط الوالدين الله يرحمهم الله يرحمهم ويسعدهم. حنا نطلب المسلمين المهم نطلب المغاربه كاملين اللي شافوا في اي بلاصه ما يترددش يعلم راه تليفون عارف الواتساب، ماشي ضروري يشارجي باش يعيط ولا يوصل لنا الرساله. خارج مسكين كيقلب عليه، من نهار ما جاش تسناو تعيا فعلك في الليل ما باتش في الدار، صافي خرجوا كيقلبوا كاملين. سولناهم اخويا وعلقنا التصاور، وتقريبا غيكون خرج في الليل حيت كون كان بالنهار غيلمحوه فهمتي، هما تهبطوا ليه الغداء العشاء اللي ما كلاش تقريبا. كنتمنى رسالتي للمغاربه واضحه وباينه، كنتمنى اللي شاف هذا الدري راه غيكون تبدل شويه، وما يبقاش كما في التصويره حيت تقريبا شي عام هادي باش خديناها ليه، غيكون مسكين تبدل واللبسه لبس كان لابس سورفيت كحله وصابو كحل. كيتواصل ولكن دابا مع الدواء مده ما كلا صعيبه شويه هو من طوائي، راه واخا يدوي معاه شي حد يقدر، غنتمنى اللي لقاه ولا اللي شافو يشدو عنده ويعيط لنا في النمره، ماشي يدوز ويخليه يقول لك راه شوف البلاصه الفلانيه شوف البلاصه الفلانيه. تقريبا كاملين والله، وطلعنا تيط من الليل، طلعنا للحلحال، طلعنا للحمد والفوق، تما لفان ديال طريق مديونه، راه خويا دابا مشى لمديونه يقلب. واه شو هو ماشي ما يعني ماشي بغى يخرج ولا تفقع ولا شي حاجه، هو دابا داخ خرج وداخ حيت شد على حساب الدواء، غادي يكون بعد زعما وصل الدار. هادشي اللي كنقولوا حنا، الاحتمال الوحيد هو هذا 06 69 800 600. نتمنى اللي شافوا ولا اللي لمحوا يتصل بهذا الرقم، ونتمنى ما يكونوش المكالمات الكاذبه اللي كيبقاو يوضرونا كيزيدوا يكملوا علينا وكيجرحونا وكيعذبونا. حسبي الله ونعم الوكيل.